السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاص، معكم محمد نور الدين. نتائج مباريات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي اليوروبا ليج بعد انتهاء المباريات أمس الخميس 7/3/2024. قبل ما أبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم دعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في سياح جنتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينة، اللهم اهلك الصهاينة، اللهم اهلك الصهاينة، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. امس الخميس 7/3/2024 سبارة براغ التشيكي خسر من ليفربول الانجليزي 1-5 في الذهاب على ملعب سبارة براغ، يعني بسم الله ما شاء الله. هدف سبارة براغ عن طريق كونور برادلي في الدقيقة 46، اهداف ليفربول 5 عن طريق أليكسيس الستير في الدقيقة 6 ضربة جزاء، داروين نونيز في الدقيقة 25، داروين نونيز في الدقيقة 3 من وقت الضائع في الشوط الأول، لويس دياس في الدقيقة 53، ودومونيك سوبوسلاي في الدقيقة 94. متابعينا الكرام، روما فازت على برايتون 4-0، أحرز هدف روما باولو ديبالا في الدقيقة 12، روميلو لوكاكو في الدقيقة 43، جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 64، باريان كريستانتي في الدقيقة 68. كارباكا أقدام تعادل أمام باير فيركوزن 2-2. طيب مارسيليا فازت على فياريال 4-0، أحرز هدف مارسيليا جوردان فريتو في الدقيقة 23، وأكتر من لاعب أوباميانج سجل الهدف الثالث والرابع في الدقيقة 42 والدقيقة 59. بنفيكا تعادلت أمام كريسكو رينجرز الإسكتلندي 2-2، أحرز الهدف الأول لبنفيكا أنخيل دي ماريا في الدقيقة الثانية من وقت الضائع في الشوط الأول. فرايبورغ فازت على ويست هام يونايتد 1-0. ميلان او اي سي ميلان يعني فزت على سلافيا براغ 4-2، احرز هدف ميلان اوليفي جيرو في الدقيقة 34، تيجاني ريندرز في الدقيقة 44، روبن لوفتوس في الدقيقة الاولى نقطة رضا في الشوط الاول، وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة 85. بدأت الجولة، كان عندنا مباراة يوم الاربعاء 6/3/2024 انتهت بتعادل سبورتنج لشبونة امام اتلانتا 1-1، العودة يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى. طيب عامة خلينا نتعرف الآن على ترتيب الهدافين. صدر الهدافين أوباميانج لاعب مارسيليا سجل 9 أهداف في المركز الثاني، روميلو لوكاكو لاعب روما سجل 7 أهداف في المركز الثالث، جواو بيدرو لاعب برايتون 6 أهداف في المركز الرابع، فوتيوس يوانديس لاعب بانسانياكوس سجل 5 أهداف آسف، ومايكل غرغوريتش لاعب فرايبورغ، وفيكتور لا سبورتنج لشبونة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.